100 فصيل مذلعة على جميع إثباتات وجميع الحجج المادية الدامعة والقاطعة على كل هذه الاختلالات والتجاوزات والتغيير الحقائق اللي قاموا به هذا الروتانيين، وكذا جميع الأدلة اللازمة المثبتة والصفاء والنقاء للذمة المالية دي. هذه الأدلة السيد المولي العام اللي رفضت جميع المصالح المركزية تعاطي معها بجدية لازمة رغم تعليماتكم الصادرة مرارا بالنظر في التظلمات ديال الموظفين بالحياد وبالموضوعية اللازمة. لكل رسالة السيد المولي العام الوطني لم يبقى لي من أمل بعد الله عز وجل وبعد سيدنا الله يسره إلا أن توصل المولي العام. لذلك قررت أنني أرفع لكم هذا التظلم هذا بهذه الطريقة هذه من أجل المطالبة بالإنصاف ورفع هذا الظلم وهذا الحيف الإداري الذي دمر تعسفا وجورا المستقبل المهني، حيث سيدي المدير العام لا أخفيكم القول أن هذا الظلم وهذا التعسف وهذا التنكر وهذا القهر اللي تثبت في هذه القرارات هذه وهذه الطريقة اللي تم التعامل بها معايا حسيتني كأنني ماشي واحد من أبناء المديرية العامة الوطنية، وأن المجهودات والتضحيات بالنفس اللي قدمتها في مدينة العيون في المناطق الجنوبية للمملكة طيلة 8 سنوات ضد أعداء الوحدة التربية كل هذا ذهبت ذهبت، سواء الأحداث اللي شارك فيها ديال 2009 أو أحداث في ديميزي أو أحداث 2011 أو الزيارة الملكية الميمونة اللي سيدي منصور لمدينة العيون، بل والعديد من ماشي فقط مدينة العيون جميع المدن الجنوبية بدون استثناء اللي قدمت فيها مجموعة ديال المجهودات التي فرضها عليا الواجب المهني ديالي قدمتها بإخلاص وبتفاني، إلا أنه للأسف سيد المدير العام تم التنكر لها وتم النسف ديالها بهذه القرارات هذه. لذلك سيد المدير العام في التعامل المفاجئ بهالطريقة هذه معايا كمسؤول أمني شاب راه لا يمكن تفسيره إلا بأنه عنده خلفيات انتقالية وأنه محاولة تسوية حسابات شخصية لا علاقة لنا بالمصلحة العامة ولا بالعمل الإداري. والشيء اللي أكيد اللي خلى السيد المدير العام أنني رفعتكم هذا التظلم بهذه الطريقة هو لأنني جد متأكد بأن هذه المسائل هذه ما وصلتكمش على الحقيقة ديالها. أنا جد متأكد من أن هذا الواقع هذا راه ما وصلكمش، لأننا تنعرفوا شخصكم كي داير وتنعرفوا الأيادي البيضاء ديالكم على هذه المديرية هذه وتنعرفوا التصميم والإرادة ديالكم الراسخين من أجل المحاربة ديال الفساد وكذلك من أجل تشجيع المسؤولين الشاذين. لازم لذلك أنا ترفعكم هذا الفيديو هذا بهالطريقة هذه، وأنا مستعد أنني ندير جميع الحجج اللي تنور النظر السديد ديالكم إن شاء الله من أجل اتخاذ ما ترونه مناسبا، كما أن سيدي المدير مستعد للمثور بين يديكم أو لا أمام أي جهة أو شخص يحفظ الثقة ديالكم من أجل أنني ندير بهذه المسائل هذه كاملة، مستعد تحمل كامل المسؤولية فيها. اللي تنطلب هو رفض المسؤولية بالمكامل، اللي تهمني فقط هو أنني نوصل لكم الصورة الحقيقية. في الأخير سيدي المدير العام تنعتذر مجددا على مواساتكم بطريقة مباشرة وتلتمس من تنص عطفكم وتنترجاكم المرة الثالثة سيدي المدير العام أنكم مسؤولين من هذا الظلم هذا وأنكم تصدروا التعليمات ديالكم بالتعزيز والتعاطي الإيجابي والعادل والموضوعي مع هذا التظلم هذا اللي الهدف ديالو هو أنني نوصل لكم الحقيقة كيف ما هي أو اللي وأن نصحح الصورة إذا كانت شي صورة مغلوطة واصلة لكم عليا كمسؤول أمني تحدوها الرغبة في العمل تحت إمرة ديالكم سيدي المدير العام أو راشد التخليق اللي تشنتوها من نهار اللي جيتو لهذه المؤسسة الأمنية. جعلكم الله في خدمة السد العالية لله وفي خدمة هذه البلد الأمين والسلام.